رباعيات جاهين اللي هي بتاعت في واحدة مشهورة أوي بتاعته، أو معرفش أنا حافظها، اللي هي يا طير عالي في السماء طز فيك ما تفتكرش ربنا مصطفيك، حاسس إنها تطير سمعتها قبل تطير كده. وللدود تعود، تمص فيا حلو ويمص فيك ها؟ وعدل، لو يعني تاكل الدود والدود بعد ما تموت انت ياكلك. اوكي قلت كده. الحلقة التالتة والعملية فالتة وأي هلس، بحاول أعمل introduction جديدة لأن احنا زهقانين من كل شوية نقول أهلا بيكم في الحلقة اهلا التانية، بيكم في الحلقة التالتة. أهلا بيكم في الحلقة مش عارف الكام من برين بيف، فقلنا نغير شوية. ومين معايا؟ مين رجع تاني؟ أحمد عارف. كان احمد يحيى. هربان. احمد يحيى عارف، انا عاجبني قوي احمد عارف يحيى على فكره من اول حلقه. مش اسمي هو احمد كان هربان فين كنت يا عم، هربان فين يا كان احمد؟ عيد يا عم، وكان كنت كنت ببلع بتاع ترابيزه السفره وغير الملايات والكلام ده كله. هو ده اخرك في العيد؟ ما... كان واقفه بقى. اشمعنى ريهام طيب ما عيدتش وعملت الحلقه معايا؟ هو ده ما اللغز. تخبطش في الناس، عشان مش عشان تي ايديتا يعني وكده، فانت بتخبط. انا عارف ان في عداوه لا يا عم، على فكره مفيش تخبيط خالص، وهي انا ريهام مستغرب. لو بت... ايه اللي مستغربه يعني؟ ما عادي. وهي ريهام لو بتسمع دلوقتي هتزعل منك، انا على فكره بهدي نفوس يا جماعه. مبدئيا ما عنديش حاجه اقولها غير اهلا بيكم في الحلقه التالته من ابيسود بريم بيف، سبيلنج ذا بيف من ويب سايت بريم بيف. بلو بيف بلو بيف. اوكي انا هبتدي هقول برضو زي كل حلقه، هقول السامري يعني البوينتس اللي نتكلم فيها في الابسود دوت. هنتكلم عن الفيدباك اللي جالنا من نتكلم اوكي هنتكلم عن الفيدباك اول حاجه، بس دي احنا كده كده في كل حلقه المفروض هيبقى اساسي من هنا ورايح، يعني هنخلي الفيدباك في الاول اول 10 دقائق مثلا. مثلا وبعد كده هنخش في المواضيع بتاعتنا. ف بيجست بارت 2 انا هتكلم بقى عن الحلول اللي ممكن انا اقدمها للناس ديت اللي مش لاقيه بروفيشنال انيميشن سكول وعايز يدرس انيميشن يعمل ايه، وهتكلم عن how to get ideas part 2 برضو اللي سمع الابيسود اللي فات. okay. كان عارف ان انا بقرا كتاب how to get ideas بتاع جاك فوستر، وهو بيتكلم ازاي انت ممكن تجيب افكار للناس اللي مخها صدى. زي حالاتي. فانا ابتديت اقرا الكتاب دوت، وقلت برضو اساعد الناس واديها summaries كده من حاجات. ويوم الاربعاء بتاع العيد كنت رحت الاي يو سي وحضرت المحاضره بتاعت حاني المصري، وانا عايز الحلقه دي اتكلم عن المحاضره ديت واتكلم عن هاني المصري، لان لو في انيميترز او شورت انيميترز او ناس بتحب الارت والفيجوال ديفلوبينج والايماجينيرنج ما يعرفوش مين هاني المصري، فلازم تعرفوا مين هاني المصري. تمام انت بقى هتتكلم عليه. كان شريف قال لي انه عايز نتكلم عن ايبولا شويه، المرض اللي ظهر وانتشر. اوكي انا عندي برضو نيجاتيف فيدباك وبوزيتيف فيدباك. اول مسج جالي في النيجاتيف فيدباك: sound effects no, repeating them is even worse. okay, jokes good or bad, avoid laughing at your own if possible. بالنسبه للموضوع دوت، هو الفكره ان انا زي ما بقول انا عايز اخلي البودكاست دوت ناتشرال، فانا لو حد بيكلمني في الريل لايف يعني بعيد عن البودكاست او كده انا بضحك على فعلا على اي حاجه في الشتاء زي ما بيقول. و بس لو الموضوع دوت انوينج يعني هنحاول ان احنا مش عارف اعمل ايه. انا شايفه صح، كل ما اضحك احمد هيضربني على وشي او هيقرصني على بعض. لا انا شايفه، انا شايفه بامانه شايفه صح يعني عادي قشطه، بس حكش. ممكن نحاول نقله، بس تضحكش يلا هيبقى صعب. stop having fun. if you're on the podcast we can understand if you're tired at the time of recording but if you're tired we'll be tired. خبوش يا جماعه احنا الحلقه دي انا واخد حبايه الذئب الجاحد وكلي باور. اخر حاجه في النيجاتيف فيدباك: the dirty joke was not suitable and it will make you lose a lot of Egyptian listeners. يا جماعة خلاص بقى مش نكتة. صح برضو بأمانة. لا بس خلاص احنا نعتذر يا جماعة، احنا مع ان انا مكنتش عارف الاقي حاجة في البودكاست اسجلها غير dirty jokes. الناس هتشتمنا على فكرة، بطلت تدينا فيدباك، تقول انتوا اديكوا ليه فيدباك وانتوا اصلا بتتريقوا على الفيدباك. هنحاول ما تخافوش، صدقونا بناخد الكلام ده فعلا بجدية، مش احنا ممكن بس بنكون بنروش عليكم في الحلقة بس احنا بناخده بجدية. البوزيتيف فيدباك، ودلوقتي بما ان وقت البوزيتيف فيدباك فهنسمع اغنيه I actually like this episode because you discussed different topics and many of them were interesting and I loved Rehan. عايزينك كل مره بقى يا ريهام. You seem more relaxed and enthusiastic than the last time and really look forward to Rubber Onion's reply. Rubber Onion ردوا، ستيفن بروكس بعت لنا على تويتر: Great production value in your show and it's an interesting idea about having a new host each time. Best of luck. في بقى suggestions من الناس، مش في يعني هو مش positive أو negative، هي بس اقتراحات من الناس: more juicy raping please
That was hardly tearing them a new a-hole. Give us real stories, real scandals. Hit him where it hurts. If the university sends you a lawyer, you did not hear from me. ده واحد بيصدرنا يا جماعة وش كده تسليم نمر. عايزنا احنا عايز يصوحنا. عايزنا احنا اللي نلبس القضية كلها في الاخر. انا مش مسؤول. هو الفكرة انك وانا الصراحة الحلقة اللي فاتت اتكلمت وبكل احترام عن المساوئ الصراحة اللي انا شفتها في الجامعة وما اعرفش يعني انا ما عنديش حاجة تانية اقولها قوي. لو حد عنده real stories و scandals هو مش او حاجة عايز يقولها للجامعة هو بوره خلاص. انا انت بتغلط يا معلم. biggest step part 2 students اللي في المدارس الهاي سكول لسه مخلصين وعايزين يدرسوا animation وكنت اديتهم evaluation tips عن لو لقوا animation school هنا في مصر الاول يتخذوا ال evaluation tips ديت قبل ما يدبسوا نفسهم في حاجة لان مفيش professional animation school لسه في مصر. فكانت في ناس عايزه سوليوشنز. طب انا دلوقتي عايز ادرس انيميشن مفيش انيميشن سكول بروفيشنال في مصر فايه الحل؟ فانا هنا بقى عندي الحل. اوكي في حلين وانا برضو عامل كومباريزنز ما بينهم. في سيلف ليرنينج واونلاين سكولز او اونلاين سكولز زيها شويه ستادينج ابرود. تمام السيلف ليرنينج دوت اللي هو ان انت تجيب كتب وتخش تفتح توتوريالز على النت هتلاقي توتوريالز كتير هو طبعا رخيص ان برضو ممكن اقول الكتب الناس ممكن تجيبها لو انت عايز تدرس انيميشن اكتر كتابين تحرص ان انت تجيبهم كتاب انيميتر سيرفايفل كيت بتاع ريتشارد ويليامز وديزني ايلوجن اوف لايف بتاع اولي جونسون والمشكله انا مش كويس قوي مع الاسامي اسم الراجل التاني وقع مني هحطه في الانوتيشنز وخلاص. في كتب كتير بقى جدا في برضو كتاب اسمه Acting for Animators. يعني الفكره ان انت الاسلوب دوت رخيص ان هو طبعا انت مش محتاج غير ان انت تجيب الكتب وتوتوريالز ديت ويبقى عندك انترنت والميزه فيه برضو ان هو it's at your own pace انت مش محطوط تحت ضغط ديدلاينز وانت ممكن حاجه واقفه معاك تقعد تاخد وقتك فيها لحد ما تتميز فيها فما عليكش بريشر. بس المساوئ بقى بتاعت الموضوع ان مش هيبقى فيه real commitment قوي لان دايما انا ما باجي ادرس اي حاجة مع نفسي وجربت السلف education قبل كده انت برضو عندك حاجات تانية في الحياة عايز تعملها فممكن اقوم هقعد procrastinate اقول طب انا عايز ادرس النهاردة عايز ادرس الحاجة الفلانية بس ورايا كذا وكذا وكذا اروح الاول الجيم اروح اخرج مع اصحابي ارجع بعد 9 بالليل ما ذاكرتش حاجة. بس برضك بامانة انا شايف ان ده مش عيب يعني انت كده كده لو الحاجة دي انت حاببها فعلا وعايز تعملها هتلاقي نفسك بتعملها تلاقي نفسك مثلا بنهار في الشغل او في الجيش زي ما انت دلوقتي وقاعد مش مستني ان انت ترجع عشان تروح تذاكر الحتة الفلانية او تعمل ريسيرش على الحتة الفلانية او تكمل تعليم او تكمل قراية الكتاب. فعلا لو الكتاب فعلا حلو وشدك قوي هتبقى عايز تقراه في الميكروباص وانت ماشي وانت نايم تقرا انيميشن في الميكروباص ده انت الناس هتعمل معاك السليمة. ليه يا عم لا ايوه هو مش عارف يقرا اسم الكتاب اصلا هيفتكروك بتتفرج على حاجات قلت لا ده بقى مش كوميكس تتفرج على كوميكس. لا هي الفكره اوكي في الموضوع اللي انا بتكلم فيه في موضوع الكوميتمنت ان انت بتكون ماشي مع مدرسه المدرسه بتديك ديدلاينز بتبقى عارفه ان انت في مثلا في الاسبوعين دول انت تكون خلاص خلصت الجزء ده وبقيت كويس فيه وهتنقل على جزء تاني. ممكن وانت ماشي مع نفسك ودي على فكره ممكن تكون برضو من طبع واحد لواحد تاني. يعني انا بتكلم عن نفسي شخصيا ما للاسف ما عنديش مع السيلف ليرنينج ريل كوميتمنت ان حتى لو حاجه حاببها ببقى ديستراكتد بحاجات كتير جدا. يعني مثلا زي ما قلت لك انا ممكن مثلا عايز ادرس دلوقتي عايز اصحى مثلا حاطط بلان انا مثلا على اخر الشهر ده اكون مخلص الجزء الفلاني في الانيميشن مثلا okay. الاقي نفسي ان انا خدت فيه اكتر من كده لان انا انشغلت بحاجات تانية. لكن لو انا داخل في سكول ماشي ما انت لو انشغلت بحاجات لو انت فعلا فعلا عايز تخلص الجزء ده وفعلا نفسك فيه بس انشغلت بحاجات تانية الحاجات دي اكيد كانت مهمه قوي ان انت تعملها ولو انت في مدرسه او في كليه هتسقط لان فعلا ما كنتش تقدر تتفادى ان انت تعملها. ما هي دي المشكله نوت ريلي لان هي بالنسبه لي بتبقى ممكن ما تكونش حاجات مهمه قوي وما اعرفش يعني حاجه عندي كده يبقى مش مهتم بيها ممكن تكون ما انا بقول لك ممكن تكون مشكله عندنا يعني وعند ناس تانية وعند ناس مش هتلاقيها وفي ناس ما عندهاش المشكله دي ف بس نعترف انها موجود يعني في ناس موجوده في ناس بتفضل اعرفها غيري يعني بتفضل انها تبقى في سكول عشان السكول بتحسسك ان انت
عندك كوميتمنت، انا لازم عشان ما اسقطش والفلوس تروح عليا. يعني زي، مش عايز ادي انالوجي هبله شويه، بس زي اللي بيعمل دايت مثلا ويروح عشان هو دافع راح فلوس. يدفع دكتور عشان هو دافع فلوس للدكتور فلازم ما مش ياكلش بس، لا بس عشان مش دي. الدكتور ما هزقوش. هي لا، هي مش دي الفكره. وانا لسه في حاجات بوزيتيف تانية. الموضوع السكول انا هاجي هتكلم عليه لسه يعني، بس اكمل. برضو لما بتكون موضوع السيلف اديوكيشن ده ما بتبقاش مرتبط قوي بكوميونتي تعمل لك سبورت. اي نعم، في ويب سايتس ممكن تخش، في فورمز ممكن تخش، في ناس بتعمل، في ويب سايتس بتديك فري اي كريتيك، ان انت تعمل لك كريتيك على الشغل بتاعك. بس برضو عقبال ما توصل لحاجه هتاخد منك وقت ان انت توصل لفيدباك قوي. لكن عكس لما بتكون في مدرسه على طول انت عايز تسال على حاجه او تاخد فيدباك، انت ممكن تحط شغلك مفيش ربع ساعه 5 دقايق، تلاقي حد دخل، حد رد، ساب لك فيدباك على طول. انا قصدي ان على طول انت محاط بكوميونتي بتعمل لك سبورت، هو كوميونيتي بتساعد. مهم برضك، بس مش دايما بتلاقي الكوميونيتي الكويس في الجامعات او في المدارس او على في اي حسب، حته. على حسب المدرسه او الجامعه اللي انت مختارها. which brings me to another point، ان انت برضو you will get lost كتير وانت بتدرس لوحدك. لان انا ودي قابلتها برضو كتير، ان مثلا اكون بدرس حاجه لوحدي في الانيميشن، let's say بجرب مثلا modeling او rigging، الاقي نفسي وقفت في متابع توتوريال مثلا، وقفت في حاجه في النص مش عارف، مش فاهمها مش او كده. فاهمها. اقعد بقى ادور على جوجل واساله وبتاع، بس برضو في الاخر معظم الوقت معايا انا ما وصلتش لحل في الموضوع ده. وبعد كده الحوار ده زهقني، ان انا فعلا ممكن تلاقي نفسك بعد فترة اللي هو انا مش عارف دي، طب خلاص فاكس. فاكس. كان عندي واحد صاحبي كده في الكلية، كان يبقى عندنا تاني يوم امتحان، عادي انا بذاكر من ملازم ومحاضرات وكده، بس هو كان عنده عادة بقى ان هو يفتح ريفرنس ويبتدي يذاكر منه. كان يجي ليلة الامتحان دي يبتدي يقرا 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 اول 3 4 صفحات يلاقي في كلمة مش فاهمها، يقعد بعد التاني يوم لغاية تاني يوم قاعد عمال يقرا عن النقطة دي بس عشان يفهمها ومكتسيب بقية المنهج. وفي الاخر، طب دي حاجة في الاخر بيفهمها ولا لا بيفهمها، بيفهمها فعلا، بس بيفهمها قوي، بس بيسيب بقية المنهج حرفيا، فعلا بيسيب بقية المنهج. هو استفاد ايه؟ بعرفش، بس انا مش، بص هو الموضوع ده هو مش هيجيب لك درجات، بس الحاجات اللي هو اتعلمها اكيد عمره ما اكيد. هينساها، عمره ما هينساها، وفعلا حاجات هو فاكرها لغاية دلوقتي وفادته في شغله جدا بعد كده، وهو فعلا باين ان هو لا يعني على ليفل تاني هي يعني. ميزة، هي ميزة طبعا. الناس اللي هي بتسعى انها تعرف تجيب المعلومة، اللي بتموت نفسها عشان تجيب المعلومة، دي ميزة كويسة. في ناس عندها صبر خرافي يعني، ممكن انزل المكتبة اروح المتحف لازم لا افهم، ملقتهاش على الانترنت انا هجيب ابوها زي ما بيقولوا. لكن فعلا. في ناس ما عندهاش صبر على الموضوع ده، وانا للاسف من الناس اللي ما عندهاش صبر على حاجة زي كده. غير بصراحة لو الا لو حاجة انترستنج جدا جدا جدا، لا ممكن ابتدي بقى اتكلم على الاونلاين سكولز. البوزيتيف اللي فيها طبعا ان انا لسه برضو يعني I just mentioned it، اللي هو موضوع السبورت. انا اصلا انا هديك اكزامبل، انا كنت في ديسمبر تقريبا 2013 غالبا، اخدت كورس مايا بيزكس مع انيميشن منتور دوت كوم. انا احط السكول دي احسن مدرسه انيميشن اونلاين. ده كورس سوفت وير صح؟ ده ايه يعني كورس السوفت وير بس؟ لا لا، بيديك انيميشن from animation from A to Z على مايا، from من مش مايا البيزكس. سوفت وير؟ ما هو بيعلمك انا اتكلمت في البوينت دي المره اللي فاتت، في فرق ما بين ان انا ادرس سوفت وير كتول بس، وفرق ان انا ادرس انيميشن على السوفت وير. لان انا ممكن هديك مثال بسيط، انا ممكن مثلا اجي اعلمك فوتوشوب، بس فوتوشوب ده ممكن ترسم بيه وممكن تعمل تتأدت صور بيه، فانا ممكن اعلمك تولز فوتوشوب واسيبك انت صح. اتعلمت ازاي تخش جوه فوتوشوب، بس انت مش هتعرف ولا ترسم ولا، فاهم قصدي؟ فالفكره ان انا لازم مثلا هتعلم مايا، اعلمك البروجرام، وفي نفس الوقت اعلمك الانيميشن نفسه بالتكنيكس بتاعته والبرنسبلز بتاعته. ف تقول لا، كنت دخلت على انيميشن منتور، خدت معاهم كورس مدته شهر. كان ده كان اونلاين، كان اونلاين، كان بيزكس انيميشن، كان مايا بيزكس، وكان على طول في 24/7 سبورت اصلا.
اخش غير كده انت بيبقى معاك ناس في اونلاين حد كلاس. تبع الكورس ولا ناس انت اصلا ستودنتس تانيين ولا مدرسين قاعدين 24 ساعة؟ الاثنين. انت اصلا بيبقى معاك، انت كأنك في كلاس وبيبقى معاك ناس وبتاخد معاهم الكورس ده. at the same time اللي بيديك اصلا بيبقى اللي بيديك اوكي سوري I couldn't resist. المهم بيبقى اسمه، بيبقى اصلا شغال في الاندستري في بيكسار مثلا، او كان شغال في فيتشر فيلمز. يعني مثلا انا فاكر المنتور اللي كان معايا كان اشتغل في فيلم روبوتس، وكان اشتغل في بايرتس اوف ذا كاريبيان، وكان اشتغل في حاجات معروفه. يعني بيبقى دايما معاك حد كان شغال في الاندستري قبل كده، فده الميزه في انيميشن منتور برضه. ريل لايف اكسبيرينس بالظبط بالظبط. فعشان كده بقول يعني حتى لو دخلت اي سكول تاني، يعني مش المنتور مشكلتها بس انها غاليه شويه بالنسبه لنا. لو دخلت اي سكول تاني هتلاقي دايما المنتور اللي بيديك دوت هيكون اكيد لازم عنده اكسبيرينس. وبرده الميزه في الاونلاين سكول ان انت بقى يعني معظمهم بعد لما بتخلص بيساعدوك ان انت تلاقي وظيفه. وطبعا بس ما اعتقدش كل الحاجات بتعمل كده. هي اصلا depends on connections mostly، بس انا animation mentor فاكر ان هما بيعملوا كده. هل السكولز التانية بتعمل كده؟ I think لانه هي كده كده اصلا لو انت عندك connections، او يعني انت مثلا المنتور دوت خلاص عرفته بعد الكورس كده، لو سألته I think they will help. يعني انا قصدي لو انت طلبت منه يعني، بس ما اعتقدش ان هو حاجات اللي هي من النوع نضمن لك ان انت تشتغل بمرتب 4000 جنيه في ما الحاجات بتاعت الفوركس والكلام. لا ما شغل المصريين ده ما يعملوش. عمرهم ما هيقول لك اضمن لك شغلانه، لان هي هتعتمد في الاخر على السكيلز بتاعتك انت. هو ممكن ماشي، هو ممكن يجيب لك جوب بوزيشن، ممكن تروح الشركه انت مثلا، ممكن تروح الاستوديو هناك توريهم الريل بتاعك وحاجه مثلا، يروحوا يقول لك احنا اوكي هناخدك، بس هناخدك في حاجه تانية مثلا، فهيبقى بسالري مختلفة. فهو مش عمره ما هيقول لك هضمن لك سالري كذا زي شغل المصريين. لا ما بيعملوش. بس في ايه البوزيتيف بوينتس تانية؟ كنت اقول طبعا you won't be lost، انه زي ما قلت لك هيبقى معاك كوميونيتي على طول والمنتورنج وكده. كنت بقول ان هي it's more organized وهيبقى في تايم سكادول. عشان كده كنت بقول لك عكس لما بتبقى سيلف ليرنينج فبتذاكر لوحدك، فبيبقاش عندك، ممكن يكون حتى عندك جدول بس انت بتجد ديستراكتد منه كتير قوي وبتعمل حاجات تانية. بس في الاونلاين سكول دايما عندك جدول وديدلاين وبروجكتس ولازم. بس مش ممكن الديدلاين او السكادول ده يخليك حرفيا تكروت حتت معينه من اللي انت بتتعلمها، تبقى الحته دي تبقى ضعيف فيها؟ اصل ده بيحصل معايا مثلا المادة دي الشابتر الفلاني مثلا، يا ده ما كانش فاضي يوميها، فالشابتر ده هفضل طول عمره متكل مني لان انا لما ذاكرته كنت ذاكرت وحش. لكن غير لو انا معايا وقت خدته في اسبوعين حتى بدل اسبوع مش هكروته. فطالما انا شغال عامه ما فيش ظروف بتقطعني او حاجه فعلا قهريه بتخليني ابطل وانا مكمل، اعتقد مش هكروت حاجه لو ما فيش ضغط عليا. I think ان هو حتى لو كروته فانت ممكن بعد لما وعملت فيه وحش كل حاجه ان انت ممكن تعيده بعد كده، او فاهم، او بتاخد فيدباك ان انت تظبط بعد كده. يعني لازم ان انت مش هتعرف تعدي اصلا الكورس غير لما تظبط الحته دي عندك. انا يعني ممكن وانا بدرس لوحدي لو حاجه زي كده زت معايا ممكن اسكيبت خالص. فدي هي بس انا فاهم البوينت بتاعتك. يعني هي مقنعه شويه فعلا، ممكن فعلا ضغط الديدلاينز والكلام ده ممكن فعلا يحط عليك ضغط ان حاجه تتكروت منك وتبقاش لاقي لها وقت. ودي حاجه من اللي انا قايلها ان النيجاتيف بوينتس بقى للاونلاين سكولز موضوع البريشر دوت، وانها اتس نوت ات يور اون بيس. طبعا انت ملتزم بالسكادول دوت وعندك لخبطه ومش عارف تبالانس شويه الاساينمنتس هتعملها امتى وحياتك أكيد تاخد بالك. وطبعا الاكبر نيجاتيف بوينت بقى ان معظم المدارس دي غاليه تبقى في حدود كام مثلا؟ انيميشن منتور مثلا اكتر واحده يعني. لا انيميشن منتور وصلت ل 100,000 في السنه. بس انت ممكن في عندهم بقى طبعا سيستمز اللي هي ممكن تدفع على انستولمنتس، ممكن في موضوع اللونز والكلام ده. بس انا عن نفسي ان انا ادفع التيوتيشنز على مره واحده لان انا مش ضامن فلوسي. فانا جيت خدت سيمستر مثلا، السيمستر الجاي لسه معيش الفلوس، طب ما انا كده هيروح عليا. فاهم بس انت ممكن طالما كده انت قايل لو انت بتشتغل
وانت اللي هتدفع لنفسك مثلا، مش اهلك هيساعدوك او كده. فانت ممكن تحوش مثلا لو السمستر مثلا سي مثلا ب 10 اكس، هتدفع ال 10 اكس، عبر ما يجي السمستر اللي بعديه تحوش 10 اكس كمان تدفعهم، او حتى لو ما لحقتش تحولهم يا اما بقى تستلف او تأجل السنة اللي بعدها بحيث ان انت تخش هي طبعا مثلا. ترجع لكل واحد، في ناس فعلا بتعمل الكلام دوت ان هما بيحوشوا بالسمستر جاي، بس بالسمستر لو طبعا لو ناس قادرة على كده تتسبت ده. يعني انا بالنسبة لي واحد زي ما اعرفش، في ناس برضو زي بالنسبة لهم دي تجديرة، فاهم؟ انت عايز بس تبقى فلوسك جاهزة. اصل انت بتتكلم مثلا في 100,000 في السنة، انت ما هتخلص جيش هتشتغل هتحتاج كام سنة انا عشان مش تحوش؟ لا لا لا، مش تبقى ما انا تحوش ما 100,000. بتكلمش على سكول دي، ما انا هلاقي سكولز تانية ارخص شوية. يعني مثلا سكول بحوش لها دلوقتي اتكلمت عليها الابيسود اللي فات اسمها ستوديو تكنيك دوت كوم، دي حوالي في عايز اخد كورسين هيعمل لهم بتاع 30,000، فمعقول اه انت يعني. تاخد كورسز معينة. مثلا عايز اه انا فاكر ان هي بتبقى حاجة مثلا زي سكول، يعني لا، مثلا ما هي 3 سنين 6 سمستر، ما هو كده، كل سمستر فيه 3 مواد 5 مواد. ما هو بيبقى متقسم كده. بس ستوديو تكنيك انا مش فاكر، لو صراحة مش فاكر لو هي فيها يعني سنة بحالها، انا مش فاكر الكورس ديوريشن كانت قد ايه، بس انا فاكر او غالبا كان تقريبا يعني في حدود around 3 month حاجة كده، الكلاس ده مع الكلاس ده. بس ايه تاني كان كنت في بس عايز كده اخر خلاص. حاجة اللي هي موضوع ال studying abroad، ان دي حاجة هي قريبة من الاونلاين ليرنينج، بس اللي اختلف بقى في حاجة انت عندك هتبقى اغلى بكتير طبعا، هي تبقى اغلى بكتير جدا. بس هتديك كونكشنز احسن طبعا، دي طبعا هتديك real life experience طبعا احسن real life بكتير experience، جدا. ده احسن، في ناس كتير بقى بتفضلها عن اي حاجة. يعني انت تبقى في يعني تبقى في اللي هو real life studio. يعني انا كان في سكول اسمها animation boot camp تقريبا، او مش فاكر بالظبط، ممكن ابقى اكتبها في الانوتيشنز والناس. هي اوكي فاكر انا كلمت مع على الفيسبوك بيج، كان في واحد تقريبا اللي يعني الريبريزنتيف او اللي عامل سكول دي كلمني، فقال ان هو في رايه ان هو شايف ان ان انت طبعا تكون متواجد في الانفايرمنت بتاعت الاستوديو هتفرق طبعا بكتير احسن بكتير. عن الفيرتشوال انفايرمنت. وانا معاه في الموضوع ده، بس الفكره ان مش كل حد از لاكي انف ان هو يبقى يبقى معاه عنده الوقت الفرصه والفلوس ان هو يسافر. والعمر. بس برضه هي بتبقى فكرتها حاجة نيجاتيف تانية، ان انت لو مسافر بره تبقى صعب ان انت تبالانس حياتك ما بين ان انت تشوف انت بقى هتصرف على نفسك كام، وتبقى اندبندنت ازاي، وتاخد بالك من بص هي اكيد هتبقى معاناة، اي حد بيسافر بره هتبقى معاناة، بس طالما حاجة انت بتحبها وتستاهل ما اعتقدش ان دي هتضرك باي حال من الاحوال. هو انت كنت سألتني عن المرض ده وقلت ايه الناس ايبولا. ايبولا. بص هي الناس مبالغة قوي في الخطورة بتاعته. ده انا شفت بول، انا قريت زي هيدلاين كده من كام يوم، انه مش عارف انه مرض معمول زي بتاع الزومبيز، وانه بيصحي الناس من الموت وحاجات ايه ده؟ غريبة. ده حد كان في قال كده؟ حاجة زي كده، كان في صورة واحد قال ان حد هو بيتريق؟ ايبولا زومبي، لا مش عارف لو كانت تريقة ولا لا، بس كان في ممكن تكون كانت. الصراحة انا ما قريتش انا بقول لك زي كل الاخبار ايبولا، انا بسكرول بس الهيدلاينز، ما بفتحش اقرا، عشان انا يعني قرفت من كتر ما افتح الاقي ايبولا ايبولا ايبولا. هو بالظبط المرض هو اصلا ظهر، الناس بتتكلم عليه السنه دي ليه؟ لان هو السنه دي، هو كل سنه موجود بقاله كتير تقريبا يعني عشرات السنين، وكل سنه بيموت في حدود 1000 1200 1300 يا ساتر، انا 1900 اول مش مره اسمع 900 واحد. الحوار بقى ان اعراضه هقول لك اعراض دلوقتي. هو فالمهم هو السنه دي مات منه لغايه دلوقتي اكتر من 1400 واحد، والعدد عمال يزيد. فهي دي مشكلة ان هو فعلا عدى العدد اللي هو بيموت الناس بتاعته كل سنة. لكن هو بيعمل ايه او كده؟ اعتقد بيهاجم الخلايا بتاعت المناعة، الخلايا اللي هي كرات الدم البيضاء، وبيعمل فيها حاجة. المهم بيسبب نزيف داخلي ونزيف خارجي. المهم النزيف الداخلي بتبقى الاعضاء بتاعتك بتنزف من جوه، والنزيف الخارجي ده ان هو بيخلي من كل فتحة في جسمك ينزل دم حرفيا. عشان كده يمكن انت كنت بتقول زومبي او كده، ممكن يكون المريض بتاعه بيبقى شبه الزومبي او كده. هو طب وده لا قدر الله هو في حاجة منه في مصر أصلا ولا لسه؟ لا ما بس أنا عارف اعتقدش. إن بلدنا مبتلية بأي حاجة ليه؟ بتخش وانا على كان البلد دي. بالنسبة واحد صاحبي لسه، هو كان في جامعة برلين تقريبا فاتحة فرع هنا في الجونة، و أنا عارفها.
فالسمستر الاولاني بيقضيه في الجونس، في السمستر التاني بيقضيه في المانيا في برلين هناك، وبعد كده رجع هو مفروض السمستر التالت. ففي واحد صاحبه معاه في الجامعه دي نيجيري فهو راجع من المانيا، من المانيا بقى هو فعلا صاحبه ده ما رجعش بلده بقاله اكتر من سنه. ضحكت لو قلت نيجيري ليه؟ عشان ما اعرفش ليه المرض ده انا حاسه عشان افريقيا وكده، فهو مرتبط بالسود مرتبط. لا ما وهو راجع قالوا له لا انت مش هينفع ندخلك هنا. قاعد بقى يعني دلوقتي بيعاني عشان يخلي السفاره المصريه هناك ترضى تدي له فيزا ان هو يقدر يخش مصر عشان يكمل البتاع. فتقريبا ما تخافش مصر منع يعني، تخيل واحد جاي يتعلم وجاي من المانيا اكيد احنا مش خايفين على نفسنا اكتر. طب انا من عايز اروح اقول لهم عندي بلاوي الدنيا ما جيش ما جيش احسن كتردوري بره بس. فهو بس هو ظهر، هو منتشر دلوقتي في الحته اللي هي بتاعه غرب افريقيا اللي هي الحته اللي تحت بريطانيا اللي هي بلاد بتاعه افريقيا دي. هو جاي اصلا من هم بيبقى عايش في الخفافيش وبس ما بيموتهمش. الحوار بقى عنده ايبولا ايبولا مان. الحوار ان هو لما اتنقل للبشر بقى حصل له ميوتيشن واتنقل للبشر موتهم. بيبقى اكتف بطريقه معينه بحيث ان هو فعلا بيقدر ان هو يموت البشر. نسبه الموت الناس اللي بيجي لها ايبولا الحوار كله ان هو فعلا هي عاليه، يعني لو انت جالك ايبولا ممكن تخاف فعلا، لان نسبه الفاتيليتي ريت بتاعته من 60-80% بس بتوصل لحالات في بلاد معينه وصلت 92%. هو لسه ملوش فيكسين ملوش علاج. بس ده بقى ناس خايفه من كده. ايه الحاجات بقى الايجابيه اللي فيه؟ ايجابيه دي او يعني ايه الحاجات اللي ما تخليناش نخاف منه؟ ان هو مش ايربورن، ما يتنقلش عن طريق الهواء. ما لسه صعب ان هو يتنقل، بيتنقل من بشر لبشر بس صعب جدا عن طريق اللي هو اللي هي البادي فلويدز، مش البادي فلويدز اللي هو العرق وكده، يا اما السبيرمز مثلا او السلايفا في بقك او الدم، لو الثلاث حاجات دي. عشان كده معظم الناس اللي بتتعدي من بشر تانيين يا اما بيبقوا الناس المسؤوله عن ان هي تدفن الجثث بتاعت الناس اللي ماتت، او الناس اللي بتحاول بيبقوا قرايبها عيانين، مثلا واحد مراته عيانه واحد ابنه عيان وقاعد معاه خلاص بيخدمه مجرد الفتره دي. ففعلا بتبقى معظم العدوى تبقى بسبب الموضوع ده. حاجه كمان ان هو ما بيتنقلش الا لما بتبتدي تظهر عليك الاعراض، يعني خلاص تبقى لو انت مثلا عندك ايبولا دلوقتي مش هتعرف تعدين لان انا مش شايف عليك الاعراض. لو ظهرت عليك الاعراض تقدر تعديني. هو المرحله اللي هي بتاعت ان هو يقدر ينقل المرض ذات نفسه تبقى بعد المرحله اللي ظهرت فيها الاعراض بتاعته خلاص، اللي هو دم خارج من كل حته ويبقى فيه سخونيه جامده والكلام ده. طب احنا نروح فين يا جماعه؟ احنا البلد بتاعتنا الحمد لله معروفه، بيجي لنا انفلونزا الطيور، انفلونزا الخنازير، انفلونزا الخراتيت، انفلونزا الخرفان. خليهم في الغرب يخافوا على الموضوع ده. اعتقد احنا عندنا مشاكل اهم دلوقتي كامراض وكسياسه وكاقتصاد وككل حاجه. المصري معروف بمناعته والشعب بياكل الزلطه. يا ربنا يستر يا اخي. وهو برضك منتشر قوي في الغوريلات، وفعلا الغوريلات غوريلات وفي بلاد معينه اللي هي فيها الغوريلات ممكن يقتل في حدود 60-80%. انا فاكر الرقم ده تقريبا بس عايز اتاكد منه، من 60-80% من الغوريلات بتموت بسبب المرض ده، لدرجه ان هو كان قالوا يعني ان هو في فتره حدد ان الغوريلات ممكن تنقرض بسبب المرض ده. بجد؟ اوكي، في ناس كتير هتنقرض في مصر. انا عامه انا بتفرج على جيم بلاي كتير قوي على اليوتيوب يعني مش كتير قوي، انا جيمر بس مش لا ما يعني بلعب ممكن مثلا 10 لعب في السنه كلها، فقليلين يعني جيمر خفيف يعني او مش تقيل قوي. بس معظم يعني في اوقات كتيره فعلا بتفرج على جيم بلاي ووك ثرو كامله للعبه مثلا. بقى مثلا ساعات مثلا اكون بلعب ولا حته واقفه قدامي فحاول اتفرج على جيم ووك ثرو بحس ان انا غش منها اشوف عدى الحته دي ازاي. بعمل كده في حاجات معينه بس مش ده. بس فانا كنت قبل كده كل بشوفها كانت شانلز على اليوتيوب اجنبيه وكده. في شانل بقى مصريه اسمها اسكيب برودكشن. اسكيب برودكشن اعتقد الاثنين اللي عاملينها، وهو ما عاملين ويب سايت بردك، واحد اسمه صلاح واحد اسمه خالد، متهيألي جت هنا الاسكيب برودكشن او اس كي. اوكي انا سمعتها اسكيب برودكشن. لا اسكيب برودكشن. بس
يعني فككم من حلقات الاخبار بتاعتهم، هم بيعملوا ايجيبشن جيمنج نيوز تقريبا كل كام يوم ينزلوا اخبار عن الجيمنج بس وكده فكرة حلوة. وبيحطوا بتاع. لا، في ويب سايتس كتير كمان مصريه بتعمل كده. في ويب سايت حلو قوي اسمه جيم فولت تقريبا، وفي ترو جيمر تقريبا او ترو جيمنج بس مش مصري، بتاع ناس خلاجه اعتقد. بس ده بالنسبه لي الويب سايت التالت، لغايه لما شفت ساعات بيعملوا جيم بلاي، بيعملوا ستريمنج تقريبا كل اسبوع وهما بيلعبوا لعبه. اوكي. الجيم بلاي دي ممكن تبقى ساعه ساعتين في انا في لا مش الستريمنج، مش الجيم بلاي، يعني هما بيقعدوا يلعبوا مثلا اونلاين في واحد 10 ساعات، 10 ساعات قاعدين يلعبوا اوكي، تيك مش واحد ووك ثرو. بيلعبوا. لا مش ووك ثرو للعبه، هما بيعملوا ووك ثرو للعبه، وساعات هما بيلعبوا بيلعبوا اونلاين. اونلاين مالتي بلاير. بتبقى في حاجات زي الام ام او، في لعبه اسمها دايزي. دايزي. بتكلم على زومبيز ومش زومبيز وعالم مفتوح اوبن وورلد وكده، وناس تقتل بعض والكلام ده. لازم تشوفوها، لازم تشوفوها فعلا. هي ممكن تبقى طويلة شوية بس فعلا فعلا لازم تشوفوها. احط لكم في البتاع، هم عاملين حلقتين، احط لكم احسن حلقتين عاملينها. واحدة اسمها الراشن سباي بارت 1 وبارت 2، احلى 2 في الدنيا. بيجيبوا بقى، بيخطفوا الناس الاجانب في اللعبة ويبتدوا يقلشوا عليهم، يقولوا لهم احنا روس، ويتكلموا على انهم بيتكلموا روسي ويقولوا لهم مش عارف ايه، واحنا عاملين بيعملوا ترولينج يعني. لا بطريقه رهيبه، احنا جماعه حماده هلال السريه وبتاع ومش عارف. لا بص، او عاملين فعلا حلقتين تانيين اسمهم جماعه حماده هلال السريه، لازم تشوفوهم. انا هحطهم برضك في انا عايز الشو نوت. اشوف الموضوع. رهاب. انا فعلا كنت قاعد وانا شغال، بيبقى في جزء في الشغل بتاعي بيبقى تيديس جدا، فلازم اشغل اي حاجه واقولها اتجنن لو مش بشغل نفسي بحاجه تانية مع الشغل. فكنت مشغلها وما بسمعش، كنت بسمع بس ما بشوفش. قاعد المكتب بتاع مديرتي في وشي، فقاعد فعلا قاعد عامل هز في كتافي، هز في كتافي بالضحك، واخبي دماغي ورا المونيتور ومش قادر مش قادر. وكل شويه اقوم عامل بوز فعلا مش قادر، واقوم اعمل نفسي كاني داخل الحمام ولا حاجه، انزل اتمشى تحت الشارع لغايه لما اهدى من الضحك شويه، بعد كده اكملها تاني. رهيبه، لازم تشوفوها. انا مش هحرق لكم حاجه فيها، بس هحط كام لينك ليهم اوكي ببعتهم لي. المره اللي فاتت اتكلمت عن، هو انا دلوقتي في شابتر اسمه 10 ways to idea condition your mind، فكلمت عن اول حاجه اللي كانت في الحلقه اللي فاتت having fun، وازاي لما انت دايما بتكون في المود بتاع الفن ده بتجيب افكار. النهارده هتكلم، هو بيقول عشان تجيب افكار you have to be more like a child. فهو الموضوع ده هو الكتاب ده بيتكلم عن how to get ideas for animators مثلا، لا ولا generally اي حد، مش لازم اي حد عنده writer's block creative block. اي لو عندك مشكله وعايز تحلها بيجيب لك ازاي انت ممكن تطلع افكار تحل المشكله دي ازاي كده. فالنهارده انا بتكلم how to be more like a child عشان تجيب ideas. وفعلا يعني قبل ما اقراي summaries او حاجه من الكتاب، هي الفكره ان فعلا الاطفال دايما بتلاقيهم اكتر كائنات كرييتيف. اطفال احباب الله. مثلا انا عندي في عيلتي بنت ابن خالتي، لما اكون في اي حته اشوفها دايما، وانا كنت بتفكرني وانا بعمل كده وانا صغير، بتعمل ايه؟ بتتخيل اكن في بلاي انفايرمنت حواليها، بتبتدي مثلا تطلع على الترابيزه وتيجي تجري من ورايا ومش عارف تنزل من تحت، تحس ان هم بيختلقوا حاجه احنا مش شايفينها اصلا. تمام. فالكيدز دايما بيبقى عندهم الحته الكرييتيف ديت. انا كان في، لو انت بتتكلم على الكيدز، كان في كتاب بتاع اسمه Brief History of Time. Brief History of Time. ده هو احمد على جوجل دلوقتي بقول لكم على الكتاب. هو بتاع اسمه ايه ده، ستيفن هوكينجز. ستيفن هوكينجز. بيتكلم في اوله عن ازاي ان انت لازم فعلا، يعني هو الراجل بيتكلم عن الفضاء والعلم والفيزيكس والريلاتيفيتي وكده، بيتكلم ان انت ازاي لازم تحتاج ان انت تسال اسئله الاطفال هيسالوها. ده نفس البوينت. البوينت دي هقولها برضو، هي فعلا بوينت انترستنج. هو انا يعني معلم على شويه حاجات عجبتني كده في الكتاب او السامت اب واقول رايي فيها. دايما الطفل ما عندوش اي كونسيرنز لاي حاجه، فاهم؟ دايما تلاقي الاطفال اللي عندها براءه، اللي هو انا ممكن اسال على اي حاجه حتى لو محرجه، عامل فاهم اللي هو ما عندوش باوندريز من الاخر، فاهم؟ نوعا ما هي دي الدماغ على الفطره او الدماغ الصح او الدماغ اللي لسه ما اتشكلتش فبتفكر صح. زي البوينت اللي انت كنت بتقول عليها، كان بيقول لك حاجه البرت اينشتاين كان بيقول
I sometimes ask myself how it came about that I was the one to develop the theory of relativity. The reason I think is that a normal adult never stops to think about problems of time and space. These are things that he has thought of as a child. But my intellectual development was retarded, as a result of which I began to wonder about space and time only when I had already grown up. زمان ان هو كان بيقول يعني لما هو صغير ما كانش بيفكر زي ما انا قلت الباوندريز بتاعه الزمن والوقت والليميتيشنز الرولز دي كلها كان بيفكر بدماغ متفتحه اكتر فعشان كده عارف ان هو يطلع ثيوري اوف ريليتيفيتي بالنسبه للاسئله اللي انت بتقول عليها اللي هي زي ستيفن هوكينجز بيقولها بيقول لك في واحد اسمه كارل سيجن بيقول kids are natural born scientists. First of all they ask the deep scientific questions. Why is the moon round? Why is the sky blue? What's a dream? Why do we have toes? What's the birthday of the world? By the time they get into high school, they hardly ever ask questions like that. Exactly. We're like children enter school as question marks and leave as periods. وده فعلا حاجة صح بالذات في الكالتشر زي بتاعت مصر النهاردة واحد صاحبي بيكلمني بيقول لي هو human development coach وكده فداخل المدارس اللي هي الحكومية وكده عشان ايه يشوف لو يقدر ان هو يساعدهم بطريقة معينة يدي human development sessions للستودنتس الاطفال او اي حد ده تشاريتي يعني او يعني هو عاملها حاجه من حاجه من لا مش عارف هو الصراحه انا مش عارف هو شغال اندبندنت ولا تبع ايه بس هو كان يعني من اللي فهمته من القصه انه بيعمل حاجه دي زي حاجه خيريه مش لاجر يعني او كده ف بيقول لي المشكله اللي هو فعلا زي ما شفت في فيلم الناظر من دلوقتي مفيش سلك على السور مفيش شده مفيش حد هيتضرب اللي عاوز يتعلم يتعلم والباب ده مش هيتقفل اللي عاوز يروح يتفضل طبعا والله فعلا هو بيقول لي فعلا بيقفلوا الباب عشان محدش يهرب والعيال فعلا بتنط من فوق السور طبعا والمشكله ان الادكيشنال سيستم بتاعنا هو فعلا بيعمل فينا كده بيدخلنا احنا بيبقى فعلا عندنا اسئله وكيوريوسيتي وعايزين نتعلم بنخش كل ده بيتدمر المسح لازم الادكيشنال سيستمز يغيروا من نفسهم يشوفوا ان هم ازاي يقدروا ينموا الحته دي عند الطفل من هو صغير ان هو يشتغل الكرياتيفيتي دي بدل ما بالظبط هو اخر حاجه المفروض ان انت تعلمها من المدرسه يعني متهيألي العلم او اللي هو العلم ذات نفسه ممكن تعلمه ازاي يبني شخصيته ازاي يبقى بني ادم ازاي يفكر لكن فعلا اخر حاجه تعلمها العلم مش هيستنى في دماغه وممكن ما يحتاجوش والمشكله اللي في الكالتشر بتاعتنا كمصريين انت بتشوف الواحد داخل المدرسه او الجامعه انت هتطلع يا حبيبي انا هطلع يا مهندس يا دكتور يا ضابط هم 3 4 كاتيجوريز اللي هم يعني اللي انت بتكون داخل مدرسه او جامعه بيبقى الطفل طالع انا عايز ابقى دكتور انا فاكر وانا صغير جدا كنت بقول ان انا طالع عايز ابقى دكتور صغير فدي بتبقى مشكله فعلا عند ان انت ما بتوسعش افاق الطفل ده لا ان في فيلدز ثانيه كتير انت ممكن تشتغل فيها يعني فاهم قصدي ودي مشكله فعلا عندنا الكليه مثلا زي انا دخلتها بتاعت ابلايد ارتس دي لسه لحد النهارده في ناس عندها اجنورنس انها تقول لك يا عم دي كليه بنات انت بتعملوا انت بتقعدوا ترسموا ده والله عامه يعني انا شخصي مش عشان انا مهندس والله بس اكتر كليه بحترمها هي هندسه تاني اكتر كليه بحترمها ابلايد ارتس بحس فعلا ان الناس عامه يعني مش عارف انت بتقابل كل واحد عامه لما تقابل مثلا 10 من كليه التجاره ممكن تعرف هما الناس بتفكر ازاي كليه الشعب تجاره كلهم لو بتقابل 10 دكاتره ممكن تقدر تحس الكريتيريا بتاعتهم طبعا نتيجه العلم اللي بيتعلموه طريقه حياتهم اكيد بيأثر في حياتهم وفي شخصيتهم بطريقه اكتر ناس حسيت فعلا ان انا عجباني شخصيتهم دماغهم منوره فعلا فعلا اكتر كليه بعد هندسه بالنسبه لي ابلايد ارتس كحب يعني شخصي انا بقى دايما بصراحه ما بحددش حاجه بالكليات لان دايما انا ببص على البني ادم على التالنتس والسكيلز والباشن اللي عنده هو ان انا اعرف ناس من كليات مختلفه بس كل لما اجي اكلم حد الاقي مثلا واحد في هندسه وبيحب مثلا الرسم ومش عارف ايه الاقي واحد مثلا في ابلايد ارتس بس بيحب حاجه تانية خالص فبحس ان somehow اللي دخل الكليه المخصصه دي في الاخر داخلها مش عشان هو كان عايزها او داخلها بسبب حاجه بسبب خارجي التاني خالص فاهم قصدي ممكن بس يعني برضك اعتقد هتفرق يعني بص لو جينا مثلا اصل ظروف مصر صعبه شويه لو انت مثلا عندي واحد صاحبي مهندس بس شغال في الاتش ار لو انت مثلا هو لو قلنا ان هو مقرر من ساعه الثانويه العامه ان هو عايز يخش اتش ار كان هيخش كليه ايه
ما دي المشكلة. أنا مثلا أخويا طالع بيحب الفيتنس جدا والهيلث وماشي ما شاء الله عليه أصلا يعني بادي بيلدينج والكلام ده، وفي الآخر داخل انجينير، داخل الكتريك انجينيرنج فاهم. وأنا عارف هو يعني هو قشطة مش كاره الموضوع، بس دايما هو دماغه في الحاجات التانية أكتر. طب ده هيخش هو مثلا لا عايز لا بالظبط، الاختيار اللي هو يحبه انا شايف كانه مش موجود. لو هو بيحب الجيم مثلا ممكن يخش، ممكن يخش معهد تربيه هقول لك مع رياضيه ومشكله ان احنا عندنا حاجه في مش مصر، هيتعلم فيه حاجه جديده اصلا. لا مش غير ان هو ممكن ما يدوش التريننج الكافي. انت عندك مشكله في مصر ان هو اصلا اي حد يبص المعهد دي على انه تعليم متوسط، وانه انا مثلا كنت بفكر، قلت الحلقه اللي فاتت كنت اصلا بفكر انا دخلت ابلاي دارتس كنت ممكن انا السياحه وفنادق، بس كانت في ناس تبص هتخش لي في الاخر معهد داخل امريكان دبلوم عشان تخش لي معهد فاهم. ما فعلا حرام برضه يعني. فهي المشكله احنا عندنا ال educational system في مصر ده عايز يتولع فيه بغاز وسخ. لا بره اصلا يعني حرفيا ال institutes of engineering انضف من اللي احنا خدناه هنا في الكليه. يعني معهد بره لا احسن ما من اكيد، الكليه ما هنا، اكيد ما لان هناك بتتكلم فين. ليها معنى تاني وليها وظيفه تانية وليها تدريب وبتاع. لا طبعا مختلفه. انا بس عايز اخلص الجزء ده واقول ان موضوع الكيدز دايما لما تيجي طيب تفكر بقى ازاي احل مشكله وكده، في كود بيقول لك انت تفكر how would I solve this if I were 6 years old, how would I look at this if I were 4. وجرب ان انت تفكر كأنك بنفس خيال الطفل، و break the rules, be illogical, be silly, be free, be a child. هو مخلص الشابتر بكده. طب في مثلا حاجة زي training مثلا تعمله بحيث ان انت خليك تفكر زي انا الاطفال لسه training تعمله تفكر زي الاطفال، زي حاجة زي mental training I مثلا think it's, I think it's mentioned او mythology معينة. هي ممكن تكون mentioned في الشابتر بس انا مش هقرا كل الشابتر اللي فاهم، يعني انا باخد بوينتس just معينه يعني اتكلم وكده. فيها. اصل عادي هو بعدين انت ممكن تخش على جوجل تكتب حاجات اي ثينك هتلاقي اكسرسايز زي كده. انت ممكن بلاش، انت ممكن انا ابسط حاجه بعملها انا بأوبزرف الاطفال اللي حواليا، بشوف مثلا زي قلت لك بنت ابن خالتي بتكريت اكن في بلاي انفايرمنت حواليها، فدايما بفكر ببص للطفل هو بيفكر ازاي اصلا وبعمل ازاي. فانت لو قعدت مع الاطفال توبزرف هما بيفكروا ازاي وكده ممكن يجي لك طبعا ايديز، بس المهم ما توصلش معاك لدرجه التخلف برضه. اخر ستوري هتكلم فيها النهارده عن هاني المصري. كنت يوم الاربعاء بتاع العيد لقيت في حد كان في جروب بتاع ابلايد ارتس بتاعنا بتاع الجامعه، حد حطت عليه بوستر عن المحاضره ديت في الاي يو سي، واتضح انها اصلا كانت تقريبا للستودنتس بس. I managed ان انا I sneak my way in. وكان في ناس برضو جات، بس هي كانت حلوة الصراحة. وصراحة هاني المصري انا قابلته personally قبل كده، قبل المحضر المحاضرة دي كان في دار الاوبرا، كان في زي كونفرنس لخالد الصفتي لو حد عارفه، كان بيرسم الكوميكس بتاعت فلاش. وكان هاني المصري كان موجود هناك. كنت كلمته قبل، كنت ساعتها في الجامعه كان عندي واحده زميلتي عايزه تعمل بروجكت ليه علاقه بالايماجينيرنج، فكانت عايزه تعرف على الايماجينيرنج شويه، فعشان كده كلمت هاني. هو لاي حد بيحب الانيميشن والفيجوال ديفلوبمنت والفيجوال كونسبت ارت والايماجينيرنج، يعني الراجل ده زي رول موديل، انا بعتبره رول موديل وبجد من الاشخاص الانفلوينشال قوي وانسبايرنج جدا. هو هاني المصري متخرج من كليه فنون جميله زمالك من اكسبيرمنتال ثياتر، وفي معلومه انا لسه عارفها من قريب انه كان شغال مهندس الديكور في مسرحيه العيال كبرت. الو المسرحيه دي بعشقها. وهو المنتر بتاعه كان صلاح شاهين. في حاجة هاني المصري قالها في المحاضرة دي كانت شدت انتباهي، كنت عايزك اخد رأيك فيها برضو، ان هو قال السر اللي كان ورا النجاح بتاعه، ان قال do not think about money، يعني قال وانت بدي عايز توصل لحاجة ما تفكرش في موضوع الفلوس ده. بس انا اختلف شوية، ان احنا بالذات كفنانين او كده، فانت متخرج ماشي انت عايز مثلا عندك project او في حاجة انت عندك passion ليها
وعايز تنجح فيها، بس في نفس الوقت محتاج فلوس عشان انت لما تيجي تشتغل، ومحتاج تشتري الاكويبمنت بتاعتك والتولز وعشان تعيش اصلا. بس انت رايك في الموضوع ده؟ ما اعرفش، انا مش عارف بامانه. انا بقى انا بقدر الاكسبيرينس اكتر، يعني حتى لو هروح اقدم مثلا في شغل او هتجيلي فرصه في اي حاجه، يا ترى اكتر من الفلوس الاكسبيرينس او هاخدها من جوه ايه؟ مش كاكسبيرينس كخبره في الكارير، لا، حتى تعامل مع ناس، مع وقت هقضيه، الكواليتي اوف لايف عامه. ما اعتقدش قوي ان الفلوس هي بالنسبه لي اهم حاجه، او مش بالنسبه، مش عايز اقول بالنسبه لي اهم حاجه، لان الفلوس مهمه، بس ممكن اضحي جزء نوعا ما بالفلوس. يعني من الحاجات اللي ممكن اضحي بيها، غير حاجات تانية ممكن صعب قوي ان انا اضحي بيها. انا دايما كنت بفكر في الموضوع ان وانا بادي انا محتاج الفلوس، لان انا محتاج الفلوس دي اجيب بيها الاكويبمنت بتاعتي، محتاج ان انا زي ما بيقولوا كل واحد عنده الفواتير اللي عايز يدفعها والعيشه والكلام ده. ممكن مش عارف قدام شويه لو انا فعلا يعني بقيت بروفيشنال او ركزت خلاص، يعني اي سيتلد في الحاجه اللي انا عايز اوصل لها ديت، ممكن ابتدي افكر ان انا اعمل حاجات فور فري مثلا. بس هل اصلا انا بالفكر ده عمري ما هوصل اللي انا عايزه؟ هو ده البوينت اللي انا عايز اتكلم فيه. لا يا عم ان شاء الله هتوصل. بص، فاكر كان في تهامي في الكورس بتاع باشن تو بروفيت، كان بيقولك ان انت لما تتعلم حاجة هتعمل حاجة اللي انت بتحبها، هتتعلمها، فهتقدر تقدم مع الوقت، هتقدر تلاقي عندك حاجة الناس محتاجاها، وان انت تقدر تأدي added value، فهتبتدي ال added value دي تديها للناس مقابل الفلوس. لكن اعتقد حوار ان ان انت تحط ثمنك او تقول لا انا مش هدي بفلوس او كده، اعتقد اصلا بالنسبه للارتست كمان دي حته يعني موضوع سنسيتيف شويه، لان المشكله دلوقتي بيجي اي حد يقول لك مثلا اعمل لي لوجو او اعمل لي ما اعرفش بوستر مش عارف ايه، المفروض ان هو ده شغلك، فهو بيفتكر ان انت عشان صاحبه او كده فانت ممكن تظبطه فيه. بس ده زي مثلا لو انت شغال في مطعم وانا رحت جيت لك المطعم وقلت لك اديني سندوتش لا انت ما صاحبي. بالظبط بالظبط، ما هو ده الموضوع. يعني انت، انا مش بتكلم بقى على ان انت مثلا تضحي بفلوس او كده، لا، الحوارات بتاعت هتلاقي كده كده في اي كارير، هتلاقي ناس. انا شغال مثلا في شركة بتبيع تكييفات، كل واحد هيجيب تكييف يكلمني، ايوه احمد اجيب تكييف ظبطني الفلاني، بقى. طب ما تشوف لي اللي عندك ده بيتباع بكام، طب ما تديني فيه ديسكاونت، طب مش عارف ايه، لو كنت اعرف كنت جبت انا تكييف عندي في البيت. فهتلاقي كده كده الناس بتسأل، اعتقد يبقى حاجة من العشم، وانت عادي في ايدك ان انت تقبلها او ترفضها، بس ما بس تخليكش هل تاخد دي، قرار او تخليك تقاطع حد او تخليك انا تقول لا قصدي انا هل مش دي تأثر هعملها. كمان على موضوع السكسس ولا لا؟ يعني انت فعلا لو فكرت في يعني وانت بادي فكرت في موضوع الفلوس، لا انا بعمل الموضوع ده عشان نفسي اخد فلوس، ده هيبقى سبب ان هو مش هتنجح ولا؟ لا ما اعتقدش، اصل انت في الاول والاخر، ما اعتقد يعني مثلا ان انت تعمل لوجز او كده، اعتقد 90% من الحاجات اللي هتجيب لك شغل او ما تجيب لكش شغل هي الشغل بتاعك. الناس هتشوف البورتفوليو بتاعك تقول لك اه ده جامد، هتجيب لك شغل، وقتها بقى هتقدر تحط ثمنك، والناس هتقول لك لا ده شغل وحش، مش هيجي لك شغل، حتى لو عملت لكل قرايبك ببلاش وكل اصحابك وكل، وانت شغلك وحش ما اعتقدش هيجي لك شغل تاني. كل الناس هتقول لك ايه يا عم ده، طب بدل ما اروح مدفع في حته فلانيه، طب ما ده نص نص ويعملها لي ببلاش وخلاص، هتيجي تقول كده. لكن لو انت شغلك حلو، هتلاقي سواء عملتها لكل الناس ببلاش، كل قرايبك واصحابك ببلاش، هتيجي لك ناس واحد انت ما تعرفوش خالص يشوفوا البورتفوليو بتاعك ويقول لك انا عايز كام، هتقول له وقتها انا عايز كذا. يعني بس انا فاهم، بس مش عارف ما بتحصلش دايما تقريبا. في موقف بتاع السي او بتاع ستاينا، ده السي او مايكروسوفت، بتاع مايكروسوفت اسمه دلوقتي، هو كان حصلت مشكلة من الأسبوع اللي فات، إن هما بيقولوا له أنت يا ترى أنت الشغل بتاع الستات في كل companies بتاعت التك عامة بيبقى الشغل بتاعي سوري الستات عامة، اللي هي نسبة الميل الفيميل في الموظفين كانت كبيرة قوي لصالح الرجالة، يعني مثلا ممكن فوق 75% رجالة و25% بس ستات، وما فيش اي مناصب قيادية كبيرة قوي في الشركات او كتيرة قوي في الشركات بتستات. فهم بيقولوا له يا ترى، وطبعا بيبقى فيه طبعا فرق في المرتبات، حتى لو دي لو ست مثلا مديرة حاجة وراجل مدير حاجة بيقبض اكتر منها، ده موجود في العالم كله. فبيقولوا يا ترى انت شايف ان الستات لازم تطلب
زيادات مرتبات او كده، وقال لهم مش فاكر بالظبط قال ايه، بس ان هما لازم يثقوا في الكارما، وان هو لو شغلهم كويس السوق هيعود عليهم. كده كده هيقدم لهم مبلغ اعلى. طبعا الدنيا قامت عليه عشان موضوع عن الستات او كده، بس انا فعلا مقتنع بالكلام بتاعه، مش ان هو عن الستات، اعتقد عن اي حد. هو هم عامه في مشكله بره ان الافريج سالري بتاع الراجل غير الافريج سالري بتاع الست، حتى لو نفس الشركه نفس البوزيشن بيبقى تقريبا مش عارف تقريبا 11% اقل او كده، هي في الرينج ده. ف الموضوع ده اتكلموا عنه كذا مره وقالوا يا ترى الستات لازم، هو كانوا بيسالوه بقى يقولوا له في شركتك مثلا انت شايف ان يا ترى الستات لازم تطلب بقى زيادات في المرتبات؟ هو قال لهم لا انا مش شايف ان هم المفروض يطلبوا زيادات، لازم يمسكوا في الكارما، لو هم بيقدموا حاجه جديده او بيعملوا حاجه فعلا تستاهل ده كده كده هيعود عليهم بالمنفعه ومرتباتهم هتزيد لوحدها. فالناس خدت ان هو مثلا ضد الستات وكده، الناس خدت ان هو ضد الستات. بس عامه بعيدا عن، اعتقد ان الجمله دي ممكن تتحقق في اي حاجه، ممكن تتحقق في الشغل بتاعك بعيدا عن الستات طبعا، ممكن تتحقق في الشغل بتاعك برضو، ان انت لو انا مؤمن بيها قوي يعني، لو انت فعلا واثق في الشغل اللي انت بتعمله او واثق في توفيق ربنا او كده، كده كده تمنك هيعلى وكده كده هيجي لك فلوس وشغلك هيظهر نفسه. هو دي حقيقة يعني. وانا فاهم، ده تقريبا كان الغرض من اللي كان هاني مصري يقصده يعني. انا كنت برضو بديسكاس بوينت تانية جات على بالي يعني. كان هو بقى هاني المصري اصلا اتعرف على ديزني ازاي. هو كان سافر امريكا، انا طبعا مش فاكر التواريخ، انا كل اللي بقوله ده زي سامري من اللي انا فاكره من المحاضرة يعني، دي كانت في العيد برضو، ف ده كله من النوتس اللي انا واخدها يا جماعه مش ايوه. كان راح ديزني بيقول، وكان في هناك ابكوت. انا رحت ديزني في 2004 ومش هنسى ابكوت ديت. ابكوت دي عامله زي كده يونيفرس كله عن الساينس بس، وفي اتراكشنز مثلا، في رايد بياخدك من اول العصور الوسطى، وقصدي العصر الحجري العصور الوسطى لحد اللي هو بيوريك تاريخ البني ادمين كله، هي كلها حاجات ساينس. وفي هناك في حاجه اسمها بيج ليك ديت، فيها وورد شو كيس. الوورد شو كيس ده عاملين زي ايه، كل يعني عارف مثلا زي ما بيكون في حاجه اسمها جلوبال داي، اللي هو مثلا بيجيبوا ناس من بلد من مثلا 3 4 بيمثلوا مصر، 3 4 بيمثلوا مثلا الجزائر، وكل واحد يبقى عنده زي بوث ويبقى فيه اكل من البلد دي وكده. دي حاجه زي جلوبال داي ديت، بس على كبير بقى. انت مثلا عاملين حته مثلا بتاعت مثلا اسبانيا مثلا او ايطاليا، بتخش كأنك فعلا في البلد، نفس الميوزك نفس اللبس نفس هو عاملينها هناك. فكان كان فيه هو بيقول ان كان فيه الماروكن بافلين هناك المغربي، كان ساعتها في الوقت ده كان حلو جدا. فمش كان بيقول ال كان ساعتها مين الوزير ومش حد مسؤول في مصر يعني، راح كان يعني كان جات له غيره كده وقال اشمعنى ازاي المغرب تبقى احسن من مصر يعني. فكانوا عايزين يعملوا بافيليون بقى مصر هناك، ومن هنا هاني المصري راح يعني. دي الطريقه اللي هو كانت اتعرف بيها على ديزني والايماجينيرنج. وفي قصه حلوه بقى قالها، ان هو لما جاي يقدم على ديزني ايماجينيرنج، لما كان لها الاعلان وكده، ففي الاول بعت لهم البورتفوليو بتاعه، فردت عليه واحده اسمها ليدي دورمان بتقول له البورتفوليو كان ريجكتد. فهو بيقول يعني الغرض من الستوري دي نيفر تيك نو فور ان انسر، بيقول ان هو فقال لها ليه البورتفوليو ما اتقبلش بتاعي ليه، فقالت له انت مش راسم ديزني كاركترز. فقال لها طب ما انا اصلي عشان الكوبي رايتس، مش الكوبي رايتس. قالت له لا عادي، عايز ترسم ديزني كاركترز مفيش، ما تخافش على موضوع الكوبي رايتس وكده. فبعت لهم دروينج. انا هو لازم عشان يشتغل عندهم لازم في السي في يبقى حاطط ديزني كاركترز، مش عارف لو دلوقتي اتسمى الكلام ده، كان زمان برضو انا معرفش لو اتسمصت ولا لا. بس يمكن هما بيحبوا يشوفوا الستايل بتاعك هيبقى ملائم مع الستايل بتاعهم ولا لا. ف the simplest way ان انت ترسم ديزني كاركتر، لان ديزني كاركترز دي بتترسم على فكرة proportions معينة وباحجام معينة والنسب والكلام ده كله، فيمكن عايزين يشوفوا الحتة دي عندك ولا لا. maybe يعني this is my guess، بس هو سؤال كويس. بس المهم فبيقول رسم painting inspired من artist اسمه ام سي اشر، وبعتها بالميل. بيقول ساعتها ما كانش فيه بقى ايميل، بيقول ميل يعني هو شغل. تخيل انت حاجه قعدت فيها تشتغل ساعات، ولو انت حطيتها في ظرف وبعتها في باكج،
وبعتها اللي هي دي لو ضاعت خلاص كده خلاص مفيش بقى ريساند ولا الكلام ده كله. ف بعت الشغل عجبه راحوا ايه كلموه له حلو جدا ممكن ترسم لنا اكتر. قال اوكي راح عمل في انا ممكن اجيب لكم البينتينج دي من الويب سايت بتاعه الفيسبوك بيج. هو حاطط كل شغله كان رسم زي بورتري كبيره كده لكل ديزني فاميلي وكلهم ماسكين تولز كل واحد التول بتاعته مناسبه للكاركتر بتاعه يعني. ميكي كان ماسك قلم رصاص لان وولت ديزني بيقول it all started with a mouse فالبدايه اصلا كانت في ميكي ماوس فرسم قلم رصاص. انا الرصاص ده اللي بنبتدي بيه الرسمه كان مش فاكر الكاركتر الثانيه كانت شايله بس it's very interesting ان انت تبص عليها يعني. بعد الرسمه فانبهروا بيها طبعا بعدين بس بعد كده كان جم يدوا له ميعاد ان هم يكلموه فيه يقولوا له رايهم يعني وكده. ايه الدايركتور قال له الستاريت الدايركتور از نوت هابي بالرسمه بتاعتك فلا فهو بيقول المورال من الستوري ديت دايما تثق في شغلك. قال لها انا عايز الرقم بتاعه فقالت له اوكي فاديته رقم كلمه اديته رقم كلمه انت شفت الرسمه بتاعتي عجبك فقال له حلوه جدا. قال له طب ليه ما اتقبلتش؟ قال له الصراحه احنا كنا نعرف حد في كندا كان محجوز له الشغلانه ديت. يا لهوي وسط حتى هناك تخيل بقى. فقال له قال له بس اعترف انا الشغل بتاعي كويس. قال له ثانك يو. قال له ثانك يو ان انت اعترفت ان انا شغلي كويس ده بس اللي عايزه. في الاخر لقوا له في الاخر اشتغل في كونسيومرز جود ديبارتمنت اشتغل عندهم يعني فعلا. في الاخر لا هي جاد ذا جوب. بعدين في الثمانينات بقى اشتغل في برنس اوف ايجيبت. شفت برنس اوف ايجيبت؟ انا شفته زمان الفيلم ده برضو تحفه انا انصح كل الناس انها تتفرج عليه. كان هو ساعتها ساب الايماجينيرنج مخصوص عشان يشتغل في برنس اوف ايجيبت. كان قال طبعا لما لقى حاجه فيها ايجيبت فقال ما ينفعش ان انا اسيبها والقصه لازم اخش اشوف هم عاملين ايه فاهم ولازم يكون فيها الروح المصريه. ما راح قالوا له ان كل الرولز كانت متاخده هناك اللي هي بتاعت الشغل. فقال لهم اوكي تعرفوا الاسلحه زمان بتاعت القدماء المصريين كانت شكلها ازاي؟ لا. طب تعرفوا مش عارف الشكل اللبس ولا مش عارف اسالهم كده سؤال؟ لا. لا اوكي خلاص انا شغلي هنا انت جاي لما حكت وماشي اوكي اوكي احنا عندنا شغل ليك. بيقول ان هو الفكره ان هو انت بس عشان تعرف توصل لحاجه كده لازم اهم حاجه ان انت تدرس ونو يور شيت من الاخر فاهم. لازم تقعد تدرس كويس عشان تعرف تقلب الترابيزه وتستعمل النقط الضعف بتاعت الاوبوننت بتاعك. وفي في معلومه قالها حلو جدا في على برنس اوف ايجيبت كنتش اعرفها. عارف وورد كيمبل ده الانيميتور اللي عمل في بينوكيو تقريبا اللي عمل جيميني كريكت اللي هو اللي عندك هناك ده. وورد كيمبل بنته بقى كانت شغاله في برنس اوف ايجيبت على الكاستم ديزاينز. كان في ورا برضو في المحاضره ورا شغل الكونسبت ارت بتاعه كان في حاجه عجبتني جدا احاول احطها. كان رسم الصندل بتاع موزز وقال ان هو كان رسمه مقطوع وقال لازم عشان كان يعرف ان الصندل ده يتقطع ازاي يعمل واحد زيه اللي هو صندل كان بيلبسوه زمان في الوقت ده. لازم هو يصنع واحد زيه عشان يقطعه وبعدين يعرف يرسمه وهو مقطوع وهم عايزين حد بيفكر بالطريقة دي عشان يتاخد يشتغل عنده. واشتغل برضو في سبيريت. وبرضو حاجه عن هاني المصري ان هو كان شغال في اعلانات برضو كيمو عمل على كيمو كونو بتاعه الايس كريم. هو اللي عاملها الشخصيه بتاعه الزرقاء ده الازرق. واشتغل في سبيريت. هو اشتغل في كذا حاجه كل شويه بتفاجئ ان هو كان شغال في كان شغال في حاجه الصراحه يعني هو راجل فظيع. لا مصريين نضاف بس يخرجوا بس. كان شغال في سبيريت وطبعا هو قال ان كان سبيريت ده كان كله الساتنج بتاع الفيلم كان كله عن السيفل وور وامريكا وكده وهو مصري مش عارف. فقال بس اللي عامله ان هو راح بيروح المتاحف يجيب كتب وهحط احاول اجيب لينكس للصور بتاعه الشغل بتاعهم الفيلم ده كانت وهميه. انا جات لي يعني جات لي زي انسبيريشن من الحوار دوت. انا لو حد كان قرا على الويب سايت بتاعنا وحد بيقرا الارتكلز اللي بنكتبها كنت لسه منزل الارتكل بتاعه ميت اب اللي هي بتقارن ميت اب والفيسبوك. فانا نفسي ان احنا نعمل يعني للارتست عايز اعمل ميت اب للانيميترز او ميت اب للناس اللي بتحب ترسم ان احنا نبقى نروح ميوزيومز نرسم. فلو حد بيسمع البودكاست وعجبه الفكره ديت
فيقول لي عشان نحاول نتقابل ونبتدي ميت اب مع بعض، ممكن نشير في اكونت، لان انت عشان تبتدي ميت اب محتاج تدفع فلوس، ممكن نشير في اكونت مع بعض. كان في برضو قصه قالها حلوه جدا بالنسبه للفيلم، وهو شغال على فيلم سبيريت، كان جاي انسبكتور من كال ارتس يونيفرسيتي، وكان هو دخل يبص على الشغل بتاع الفيجوال ديفلوبمنت بتاعه وكده، فهو رسم، انا بحط احسن طبعا وانا بشرح القصه دي ان بالصوره قدام الناس، بس فانا هحطها في الديسكريبشن. كان في زي صوره كان انا فاكره كانت لوحه كان فيها مسدسات والحاجه الجراب ده اللي بيبقى فيه المسدس والبوتس والحاجات بتاعه الكاوبويز ديت. فدخل الانسبكتور فبيبص بعدسه مكبره في الرسمه، فراح لو حد لو يعني لو حد قدامه دلوقتي اللوحه قدامه هيشوف المسدس اللي كان تحت على الشمال كان فيه مسمار في الايد بتاعه المسدس كده. فدخل بالعدسه المكبره وبص عليها عشان يبص على المسمار، فلقى المسمار في خط دياجونال كده. فقال له وراح بص هنا مصر، فقال له انا عارف ان في الوقت ده كان لسه فيليب بتاع مش موجودين، فكان لسه المسمار يعني ما اتعملش. فيقول الراجل خرج بره فبيسالوه رايهم، بيقول له اوه نو هيز ا سون اوف ا بيتش هي نوز هيز ورك. المصريين جامدين برضه. بس هو ساب بعد كده برنس اوف ايجيبت، بيحكي القصه اللي ساب بيها، قصدي بعد ما خلص برنس اوف ايجيبت يعني ساب الشغل كان مع بارامونت بيكتشرز، كان حضر كوكتيل بارتي بتاعت برنس اوف ايجيبت، فحد من البروديوسرز مش فاكر مين بيساله هناك هاو كام ايجيبت ديدنت اكسبت ماي موفي، فقال له هاو ماتش ديد يو باي ايجيبت تو سوالو يور بروباجندا، لان هو عارف ان كل اللي اشتغلوا في الفيلم ده زاينست اللي هم الصهاينه وكده، فمحورين طبعا في القصه مش عارف. الفيلم طبعا ما اتقبلش في مصر، انا كنت لسه بقى انا عايز اقول انا يا عم انا شفت اجزاء فيلم وانا بعترض عليه، انت بتتكلم عليك انا بتكلم بالظبط، انا كرسومات يعني فريمات مرسوم فيها وخلاص، بس انا بوضح الناس طبعا كفيلم كارت مثلا انت بتسمع مثلا اغنيه ماشي فيها كلام مش عاجبك، بس مثلا اللحن عاجبك كده. الساوند تراكس رهيبه رهيبه. لا هي ساوند تراكس فعلا حلو، فهو يعني كان اتخانق معاهم على حاجه زي كده بعد يعني معترض بس رهيبه. بعد لما لهم لما صدمهم يعني بالجمله ديت في الميتنج، وقفوا الكونتراكت بتاعه وما جددهوش، بس هو قال هو كان اصلا داخل عايز اشتغل في برنس اوف ايجيبت واطلع، قال انا كنت عايز ان انا I go in do my job and leave. فبيقول بس شايف انت شايف ان دي حاجه صح ولا ممكن يكون اي كارتراد يعني مثلا انت تساعد في عمل انت معترض عليه؟ هو مش هو ده هو دخل عشان يظبط هو من فاهم يعني ينقذ ما يمكن انقاذه زي ما بيقول، واظن هو اتكلم على الموضوع ده كده انيميتور ملوش دعوه بالبلوت ملوش دعوه هو مش انيميتور، لا هو كان شغال انيميتور في الفيلم ده، كان شغال في الفيجوال ديفلوبمنت. انا برضه اوضح النقطه دي، كان شغال في الفيجوال ديفلوبمنت ديبارتمنت، اللي هو ايه الفيجوال ديفلوبمنت ديبارتمنت ده بيعملوا فيه مثلا انت دلوقتي عندك فيلم السيتنج بتاعه في ايام الفراعنه، ببتدي اجيب حاجات بقى من ايام الفراعنه وارسمها وكان شكل لبسهم ازاي ومثلا الرقص بتاعهم شكله ازاي، عشان ده زي ريفرنس لما يجي هو الدايركتور او الانيميتور انا مثلا محتاج ليتس سي محتاج احط هنا في الركن ده فازه مثلا فرعونيه، فهبص على اني واحده تناسب، فاهم قصدي؟ انت كمحمد شريف معترض على ايه في الفيلم ده، او هو المفروض يبقى معترض على ايه في الفيلم ده؟ مين؟ قصه انا هو او انت انت متاكد ايه بقى انت معترض على الفيلم؟ معترض على قصه ومعترض على تمثيل الانبياء مثلا مثلا او سيبك من نقطه التمثيل مش عايزين نخش في حاجه، انت مثلا معترض على القصه، انت بتؤمن بحاجه غير اللي حصلت في القصه دي، يا ترى تشارك بان انت تخلي حاجه دي تظهر احسن في حاجه انت مش مؤمن بيها او حاجه انت معترض عليها؟ افهم قصدك. سي مثلا نقطه فرديه او مثلا لو اقول لك دلوقتي هنعمل فيلم مثلا عن بص هو حاجه جدليه قوي يعني عن مثلا هكبرها شويه يعني هكبر المشكله شويه عن مثلا عن دوله اسرائيل فيلم دعائي لدوله اسرائيل وهيجي يقف فيه واحد عربي عشان يقول لك قد ايه العرب دول اصحابنا وموجودين وما تخافوش وتعالوا عندنا سياحه. فكرني شويه بالحرب بتاع عمرو واكد في فيلم لوسيتا.
لا انا ماله في الفيلم. كان في ناس طلعت عليه برضو حاجات عشان هو يعني شغال مع الامريكان وزي عمر الشريف و... لا هو عمل تقريبا فيلم, طلع في فيلم اسرائيلي تقريبا قبل كده كمان. بس دي نقطه تانية خالص. أوكي أوكي. بس لو انت توافق ان انت تطلع تمثل الشخص العربي ده جوه الفيلم مثلا, فيلم بقى انت معترض هو بيعمل ايه, الدور بتاعي ايه بقى, بسيء للعرب؟ لا واحد واقف بتمثل واحد عربي ما عملش حاجه صح, ما عملش حاجه غلط, والفيلم عن اسرائيل بيعمل حاجه انت مش مؤمن بيها عن اسرائيل مثلا, حاجه انت شايفها كده فاهم حاجه غلط. هو هي معضله فعلا, هي مشكله ان دي بتبقى كده, انت حاطط مورالز اجينست مثلا ماني اند فيم, المبادئ بتاعتك ضد الاخلاقيات والمبادئ. ما اعتقدش ان هو ضد خدها عشان ماني اند فيم برضه. لا لا لا, ما هو قايل الراجل قايل من الاول اصلا هو عشان بيحب شغل الفن بتاعه مش عشان الفلوس. هو الشغل بس. انا سيبك دلوقتي من هو هاني المصري طبعا عنده, لا لو حد عايز يخش يسمع هو رايه فعلا اتكلم اكتر, فتح الموضوع ده اكتر مع عمرو فوده, فانا هحط الانترفيو ده. لو هتتكلم عن انا هتبقى ديتيلد قوي على حسب انا بعمل ايه بالظبط وفي ايه, لان انا بالنسبه لي لو حاجه زي اللي حكيتها لك. لا بس انا بقول هتيجي زي ما بقول, يعني انا من الاخر واحد مش بتاع مشاكل, جت حاجه حاسس انها كومبليكيتد وهيطلع منها مشاكل ومش عارف مثلا يعني هتاخد, هي المشكله مش هيطلع منها مشاكل. لو مش هيطلع منها مشاكل ما تحاولش يعني تنقل النقطه على نقطه ثانيه. لو مش هيطلع منها مشاكل على حسب هيبقى ليها مطالب بقى كتير. بقول لك انا بعد الجامعه مع كل زغاره, انت مالكش سلطه ان انت تغير السكريبت او تغير الاتجاه بتاع المشروع, زي ما هو ما كانش ليه سلطه وما قدرش في الاخر فعلا يغير الاتجاه. اكيد هدرس الحاجه كويس جدا والله, لقيت انها لا ضد في مشهد ضد مثلا حاجه انا بؤمن بيها وبتاع هقول 100% نو. يعني مثلا انا بتفرق عندي في مراحل, اصل لو قلت لي حاجه دينيه هقول لك 100% نو, لو هي حاجه في بتسئل ديني ومش عارف لا, لو قلت لي حاجه في البلد انا ممكن انا احنا شكلنا مش هنخلص الحلقه دي على خير. معني انا كنت اقول اخر حاجه, هو كان يعني دخل الفيلم ده عشان يشتغل على حاجه معينه وخلص شغله, فبيقول be the star of your life and fight for what you believe in, يعني من الاخر have the balls to do. اعمل يعني هو لو انت دايما قعدت اللي هو ايه ماشي جنب الحيط ومش بتقول رايك وكده فمش هتعرف ان انت يعني, هو بيقول be the star of your own stage. بس كده احنا ارجوكوا بقى ادونا فيدباك عن اعتقد الحلقه دي هتبقى اطول من الحلقه عشان نتريق عليه برضو في الحلقه الجايه. spilling the beef في دلوقتي احنا على بودوماتيك واي تونز ويوتيوب ساعات على يوتيوب وسبريكر بجد والله. انت عملت مع ما انت شفتش اللي هم اللي كانوا على اليوتيوب؟ صحيح احمد, هو احمد شغال على بودكاست تاني الوقت. انا شغال على مورهنيش يا جماعه بيعمل كلام من ورايا. يا هبقى اوريك اليوتيوب. لا لا فاش اوكي. وعلى نور برضو التويترز بتاع عندنا, اوكي خشوا على فيسبوك على برين بيف في الفيسبوك بيج بتاعنا وعملوا لنا لايك و لايك وسبسكرايب. سبسكرايب على ايه؟ زي ال ايه؟ سبسكرايب على ايتونز. لا دي جمله اللي هي كل الناس بتقولها, اعملوا لنا لايك وسبسكرايب وسبسكرايب لايك وسبسكرايب اعملوا لنا لايك وسبسكرايب حتى لو على تويتر اعملوا لنا لايك وسبسكرايب. مفيش اوبشن الفولو ده. لو على تويتر انا مس تريبل جي, واحمد على تويتر اي كراكون سبيلت اي كي اي ار اي كي او او ان. اوكي.